وقفة التضامنية مع الشعب المالي، وهذا نظرا للعمل الأخوي اللي هو مبرمج بين البلدين، أو نذكر بصفة عامة الشريط الحدودي اللي هو يشمل عدة مدن. نتبرع بهذه الكمية اللي تقدر بتقريبا 50 طن من مواد غذائية مختلفة، والحمد لله الهلال الأحمر الجزائري متواجد في كل المناسبات تبعا للتعليمات الصارمة من طرف هيئة الهلال الأحمر الجزائري. طبقا لتعليمات قيادة الجيش الوطني الشعبي، لقد تم عن طريق طائرتين حمل ما يقارب 50 طن مساعدة إنسانية من الجزائر إلى الشعب المالي الشقيق، وهذا يثبت مداومة وثواب الجيش الوطني الشعبي عن طريق قيادته وشعبه الشعب الجزائري مساندة الشعب المالي الدائم والمستمر إن شاء الله. اليوم احنا نقف وقفة تضامنية مع الشعب المالي، وهذا نظرا للعمل الأخوي اللي هو مبرمج بين البلدين، أو نذكر بصفة عامة الشريط الحدودي اللي هو يشمل عدة مدن. نتبرع بهذه الكمية اللي تقدر بتقريبا 50 طن من مواد غذائية مختلفة، والحمد لله الهلال الأحمر الجزائري متواجد في كل المناسبات تبعا للتعليمات الصارمة من طرف هيئة الهلال الأحمر الجزائري.